طبعا احنا الان نقوم بجولات رقابيه وتفتيشيه فتره اجازه رمضان، فتره عيد الفطر المبارك. كل هذا بتوجيهات من سعاده المدير العام لفرع وزاره البيئه والمياه والزراعه في المنطقه الشرقيه، ويمثله سعادة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف. طبعا احنا الآن جولات نعمل إن شاء الله عمليات وقائية لأسواق النفع العام بشكل عام والمسالخ. طبعا أنا أبغى أعمل عملية أتكلم عن صفة الوقاية من اكل اللحوم النيه او مصادر مجهوله، واخص بذلك الكبد. احذر من المواطنين باكل الكبد نيه، لازم عمليه النضج الكامل للكبد. هنالك امراض تنتقل الى الانسان من عن طريق اللحوم النيئه وخصوصا الكبد. الان احنا داخلين على ان شاء الله على عيد الفطر المبارك، تكثر الاجتماعات وتكثر لمة الأهل والأصدقاء وكذا، فنحاول إن نأكل من لحوم ومصادر معروفة ومطهية طهي جيد.